السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا مع بعض النهاردة نعرف ايه الفرق بين الصم وبين دالة الساب توتال، وايه هي ميزة الساب توتال اللي بتوفرها لي وهي مش متوفرة في دالة الصم. ده كله هنعرفه بشكل بسيط جدا وسهل من خلال حلقتنا النهاردة. بس في الاول وقبل ما نبدأ مع بعض، لو لسه ما اشتركتش معايا في القناة شرفني بالاشتراك وادعمني بلايك لو عجبك الفيديو، وما تنساش تفعل زرار الجرس للكل علشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. نبدأ مع بعض بالشيت اللي قدامنا دوت، وهو عبارة عن شيت لشركة، والشركة دي ليها مجموعة من الفروع. طبعا الفروع بتاعتها موجودة في أماكن مختلفة زي القاهرة، اسكندرية، أسوان، الجيزة، البحيرة. كل فرع بيبيع مجموعة من المنتجات طبعا، وبيبيعها بكميات مختلفة. فبنبتدي ان احنا ناخد الكمية المباعة في سعر القطعة الواحدة، ونعرف اجمالي المبلغ المدفوع للفرع الفلاني دوت. دلوقتي انا محتاجة اعرف اجمالي مبيعات الفروع كلها. بمنتهى البساطة، انت بتستخدم دالة الصم زي ما هي موجودة قدامك كده، مجرد ان انت بتكتب يساوي وبتكتب صم، بيظهر قدامك القائمة المنسدلة، بتعمل دبل كليك وبتبتدي تختار رينج البيانات اللي انت هتجمعه، وطبعا هو ايه اجمالي المبلغ المدفوع، وبتقفل القوس عادي خالص وبتضغط انتر، فبيطلع لك اجمالي المبيعات بالشكل ده. طيب ايه المشكلة اللي هتظهر قدامي؟ المشكلة اللي هتظهر قدامك دلوقتي ان لو مديرك طلب منك ان انت تحدد اجمالي مبيعات فرع معين، وليكن مثلا الفرع دوت هو فرع القاهرة، فبمنتهى البساطة انت بتدخل على الفلتر وبتبتدي ان انت تشيل العلامة من على الكل، وبتحدد فرع القاهرة بس وبتقول له اوكي. بنلاحظ ايه؟ بنلاحظ ان بالفعل الفلتر اشتغل معاك وطلع لك مبيعات فرع القاهرة وإجمالي المبلغ المدفوع لكل منتج، لكن إجمالي مبيعات الفروع هو اللي لسه موجود وما جابلكش إجمالي مبيعات الفرع اللي موجود قدامك دوت. على عكس لو إحنا بدل دالة صم استخدمنا الدالة اللي موجودة قدامنا دي اللي هي دالة صب توتال، فلو جينا نعمل نفس الخطوات ونجيب إجمالي مبيعات فرع القاهرة ونقول له اوكي، هتلاحظ ان الاجمالي هنا اصبح هو الاجمالي الخاص بمبيعات فرع القاهرة بس. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ازاي دالة الساب توتال، ونشوف هننفذها ازاي بشكل سهل جدا. هنيجي هنا كده ونبتدي نكتب يساوي، وابتدي اكتب كلمة صب. مجرد ما بتكتبها بتظهر معاك قايمة منسدلة كده، هتختار منها صب توتال دبل كليك. دالة الساب توتال دي بتقدر ان انت تعمل من جواها مجموعة كثيرة جدا من العمليات، زي مثلا الافرج والكاونت والكاونت ايه والماكسيمم والمينيمم، بس كل ده مش موضوعنا النهاردة. موضوع حلقتنا هو الاجمالي، فعشان كده هختار الصم وهضغط عليها دبل كليك. بعد ما ضغطت عليها دبل كليك لاحظت ان ظهر قدامك رقم 9، وهو دوت رقم الفانكشن الخاصة بالصم او بالاجمالي. بعد كده بتعمل كوما وبتبتدي تختار رينج البيانات اللي انت عايز تجمعه. هنا انا هختار رينج البيانات ده اللي هو خاص بايه، بمبيعات الفروع، واقفل القوس عادي جدا وابتدي اضغط انتر. بالفعل هو هنا كده طلع لي اجمالي مبيعات الفروع كلها. نبتدي بقى نروح ونجيب الفلتر على الجدول بالشكل دوت، نعلم عليه ونروح من تاب هوم على علامة الفلتر دي كده ونفتحها ونضغط على فلتر. هتظهر قدامك الاسهم بالشكل دوت، هتروح على اسم الفرع وتفتح السهم، وتروح على سيلكت اول او اختيار الكل وتشيل علامة الصح، بحيث ان ما يكونش فيه ولا فرع متعلم عليه، وابتدي حدد الفرع اللي انت عايز تطلع اجمالي المبيعات بتاعته بس. هنا انا عايزة اجمالي مبيعات فرع القاهرة، هعمل علامة صح قدام القاهرة واقول له اوكي. هتلاحظ ان بالفعل طلع لك مبيعات فرع القاهرة والاجمالي بتاعها. طب لو عايزة اجمالي فرع تاني، هنا القاهرة 4500، تعال نشوف فرع تاني وليكن مثلا البحيرة، هعلم على البحيرة واشيل القاهرة واقول له اوكي. هنلاحظ ان هي 4335، على عكس ما كنا بنتعامل مع دالة الصم. لو كنت غيرت هنا الفرع وخليته البحيرة وشلت القاهرة وقلت له اوكي، هتلاحظ ان الاجمالي بتاعك ما تغيرش في حاجة، وفضل هو برضو اجمالي مبيعات الفروع كلها. بكده بكون خلصت حلقتي النهاردة. بتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا دالة الساب توتال وعرفتوا ايه الفرق ما بينها وما بين دالة الصم. بشكركم جدا على المتابعة وبتمنى لكم كل التوفيق، واستنونا في فيديو جديد.